يعتبر فلاج الخطمين من الأفلاج الدوودية بالمنطقة الداخلية، إذ يتراوح تدفقه نحو 2000 لتر في الثانية، ويبلغ إجمالي طول الفلج من الأم وحتى الشريعة عند مسجد اليعارب الأثري حوالي 2.5 كيلومتر، ويبلغ عمق أم الفلج حوالي 17.5 كيلومتر. أهم الأوضية المغذية للفلج هو وادي المعيدن الذي ينبع من سفح الجبل الأخضر. وأهم ما يميز هذا الفلج هو طريقة انقسام مياهه عند الشريعة إلى 3 قنوات، كل منها ينال نصيباً متساوياً من المياه. فعند رمي 3 كرات متساوية قبل نقطة الانقسام، تذهب كل كرة في قناة، مما يدل على براعة التصميم الهندسي للفلج، وهو من دواعي ضم هذا الفلج ومنشآته إلى قائمة اليونسكو للتراث الإنساني. ويذهب أحد أقسام فلج الخطمين إلى ري المزارع التابعة للأهالي، أما القسمان الآخران فيعودان للالتقاء في مجرى واحد، وهما مخصصان لري الأراضي الزراعية التابعة لبيت المال التي تملكه الدولة. ولا توجد سواعد متفرعة من الفلج الذي يمضي في سواقيه على ضواحي القرية بما يشبه الحلقة الدائرية ملتفاً حول المساحات الزراعية. وفي موضعين تعبر قناتا الفلج قنطرتين من الحجارة المتراصة بإتقان، يعود تاريخهما إلى عهد اليعاربة.